الحجازي شطحات الصوفية تناديك لسيدي الدكتور عبد الرحمن بدوي، بس فيها كلام يعني كبير. عاد انت صح معايا واهل الحكاية. اي والله، بس كلام عاد الله يعيني انا وياك عشان نفسره. يقول سمعت ابا عبد الله محمد ابن عبد الله الشيرازي الصوفي يقول سمعت عليا ابن الحسن الدماغاتي يقول سمعت موسى بن عيسى البسطامي، هذا غير يزيد، يقول سمعت أبا يزيد، يعني البسطامي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا يزيد يقول الاتصال بالله على أربعة مقامات. المقام الأول واقفين متأملين من ثقل ما يرد عليهم من الواردات وهم متفرعون، والمقام الثاني يطردهم من حيث يعلمون ويردهم من باب آخر، والمقام الثالث يؤخرهم فيقولون لا نبرح، والمقام الرابع قد أحاط بهم فليس يمكنهم البراح. تحب تفسر؟ شكرا. وسمعت أبا عبد الله يقول سمعت بكرا الكسائي يقول سمعت يوسف بن الحسين يقول كنت عند ذنون المصري صهاجي فجاءه رجل فقال رأيت أبا يزيد البسطامي؟ فقال نعم رأيته. فقلت له أنت أبو يزيد؟ لحظة سيدي خليكم معي بس شوي. فقال ومن أبو يزيد؟ يا ليتني رأيت أبا يزيد. فبكى ذنون ثم قال إن أخي أبا يزيد فقد نفسه في حب الله تعالى فصار يطلبها مع الطالبين. سمعت محمد بن علي الواعظ قال وفيما أفادني بعض الشيوخ الصوفية حاكيا عن الجنيد بن محمد البغدادي. أبو علاء خليك دقيقة. شيخ الصوفية والفقهاء قال أبو موسى الدبيلي دخلت على أبا يزيد فإذا به بين يديه ماء واقف يضطرب، فقال لي تعال، ثم قال إن رجلا سألني عن الحياء فتكلمت عليه بشيء من علم الحياء فدار دوران حتى صار كذا كما ترى فذاب. هذا كلامهم يجنن سيدي. اي والله كان بعد مع الوالد سيد يوسف الرفاعي، هو زنون المصري. اي كان مع الوالد بعد بخميم من الشريف الفرنسي سووا كتاب الطريق الرفاع الصوفي سيد يوسف. وبه عن الجنيد يحكي عن أحمد بن خضرويه هذه الحكاية ثم يقول سبحان الله، الله جمعهم مولانا الحجازي. يا عم الشيخ رمضان هو الذي دعا للطريق بالستر. الله البغدادي شيخ الفقهاء هو الذي دعا للطريق بالستر وقبلت الدعوة. صح. ولذلك أي صوفي الله سبحانه وتعالى يستر عليه سترا جميلا. صح. ولا يفضحه. صح. يحرمه من أشياء بينه وبين ربنا لكن لا يفضحه مع الخلق. وبه عن الجليد قال بلغني عن بعض العلماء ببسطام، هاي بيران البسطام اسم البلد سيدي. اي والله انه قال كان لأبي يزيد، لحظة سيد رفعت عشان الوقت، كان لأبي يزيد خادمة كثيرة الاجتهاد والبكاء لا تنام الليل. قال فكانت ذات ليلة نامت فرأت في منامها رب العزبة، كأنه يقول الناس وكأنهم يطلبون غيري ما خلا أبا يزيد فإنه طلبني. قال وسمعت بعض الناس، سمعت هذه الناس هذه الحكاية أنها قالت إذا سمعت نداء الناس كلهم عبيدي غير أبا يزيدي فإنه ولي من أولياء فإنه ولي من أوليائي لأن كل أحد طلب مني شيئا ورجع بشيء غير أبا يزيد فإنه طلبي. أي والله. وبه عن الجنيد قال بلغني عن أبي حامد يعني أحمد بن خضروي أنه قال ما كلمت أحدا من الناس إلا دعوته إلى الله ثم كلمته إلا أبا يزيد فإني متى أردت أن أكلمه دعوته من الله ثم كلمته. وسمعت أبا عبد الله بن محمد بن عبد الله الشيرازي قال حدثنا عبد الواحد الورثاني قال حدثنا عبد الله بن عبد الحميد الطرزي قال حدثنا يحيى بن أحمد
جريان دقاني قال سمعت خادم أبي يزيد يقول سئل أبا يزيد هل يقع العارف هل يقع للعارف عن الله حجية؟ قال لا، لأن حجابه هويته. قال وسمعته يقول إن أهل المعرفة بالله اجتمعوا في الأصول على معرفة الواحد ثم تفاوتوا بعد اجتماعهم على مراد الله فيهم. قال وسمعته يقول نهاية الصديقين أول أحوال الأنبياء. الله 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 مدد مدد نهاية الصديقين أول أحوال الأنبياء. تفضل. يعني معناته الصديقين سبقوا الأولياء مولانا؟ سبقوا الأنبياء؟ لا أولها. أول مراحل الأنبياء. يعني أولها ها؟ دون النبي. أي نعم. وأمه صديقة. والصديقين والشهداء. من هم؟ سيدة مريم. سيدة مريم. بكر الصديق. سيدة مريم تعد من الصديقين سيدي؟ طبعا. سيدشتات تعملها ولا؟ لا لا مفتوح. صديقة من عندها بعد إذنك يا عم شيخ رمضان النبوة عشان أنوثة. كانا يأكلان الطعام. شوف الأسلوب مؤدب ازاي. يا سلام. لأنه لما قال يأكلان سكت على الشعر معي وهو الإخراج. لأن الذي يأكل الطعام يخرج الطعام. هل الإله يجب مشكور؟ هل الإله يتغوط ويقول أي والله تفسير الآية. عشان ولذلك أحمد ديدار أيوه قال لهم قالوا قتل المسجد قال الله يختن. الله يختن. هذا قتل يعني عكسها لهم. مدد يا سيادهم.